يا هنا، صباح الهنا، اهلا بيكي، اتفضلي سامعينك. يا صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة، وكمان أكيد الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. خلونا في البداية نبدأ بلعبة كرة السلة، ورجال كرة السلة بيواصلوا استعداداتهم لمباراتهم غدا إن شاء الله اللي هتكون أمام فريق المصرية للاتصالات. طبعا ده ضمن منافسات الدور الترتيبي من دوري السوبر، يعني بنتمنى اتمنى للرجال اكيد كره السله كل التوفيق. خليني اقول لكم ان هم عندهم حاله كبيره من الثقه طبعا بعد ما فازوا على فريق الزمالك في عقر دارهم الحقيقه ب 100 عقبه في المباراه اللي فاتت، فازوا طبعا بنتيجه 70-69، عشان بقى يكون عندهم حاله من الثقه. اكيد مباريات الزمالك بتكون ليها طابع خاص والفوز فيها بيكون ليها طعم خاص، وكالعاده بقى رجال كره السله الحقيقه فرحونا، فاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق كمان في مباراتهم غدا امام فريق المصريه للاتصالات. كمان سيدات كرة السلة أيضا بيواصلوا استعداداتهم لمباراتهم القادمة اللي هتكون غدا إن شاء الله أمام فريق مصر للتأمين، أيضا ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الترتيبية من دوري السوبر. خليني أقول لكم إنه أيضا سيدات كرة السلة الحقيقة ماشيين بخطة ثابتة جدا، بيحققوا نتائج إيجابية. يعني لو هتكلم على المرحلة الترتيبية بس، لعبوا طبعا ثلاث مباريات فازوا فيهم بالعلامة الكاملة، يعني فازوا على فريق الزهور بنتيجة 99-61، على فريق هليوبلس بنتيجة 98-55، واخيرا على فريق الجزيره بنتيجه 90-69. ان شاء الله بقى كمان غدا على فريق مصر التامين يحققوا نتيجه وكمان يكون فرق سكور، يعني بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق سواء رجال او سيدات كره السله. نروح بقى للعبة كرة الطايرة، وطبعا يا كريم زي ما احنا عارفين انه في حالة من التوقف الدولي بسبب طبعا مشاركة بعض لاعبي النادي الاهلي مع منتخبنا الوطني. رجال كرة الطايرة هيعودوا مرة اخرى للمباريات ان شاء الله يوم 6 فبراير، ومباراتهم هتكون امام فريق القناة. لكن خليني بقى اقول لكم انه اكيد منتخبنا الوطني بيستعد لتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدوري الالعاب الافريقية، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق فيها، خلاص تبدأ في خلال ايام قليلة جدا وهتكون مقامة هنا في مصر. خلوني بقى أفكر حضراتكم بقائمة منتخبنا الوطني أو لاعبي النادي الأهلي المنضمين لقائمة منتخبنا الوطني. الحقيقة أنه عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي، اللاعب محمد عصران، عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن الحسيني، سيف عابد، أحمد عزب، حمادة عثمان، وحمزة الصافي. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وبنتمنى أكيد لمنتخبنا الوطني. كمان سيدات كرة الطايرة نفس أكيد الشيء، بعض من لاعبي النادي الأهلي منضم مع منتخبنا الوطني للكرة الطائرة عشان هيشارك في نفس البطولة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدوري الألعاب الإفريقية، أيضا بنتمنى لهم كل التوفيق. وبالتأكيد خلوني أفكر حضراتكم مع لاعبات النادي الأهلي المشاركة مع منتخبنا الوطني. اللاعبة ندى وليد، مي غزال، سارة أمين، آية خالد، زينة العالمي، دعاء محمد، وندى حمدي، أيضا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى كمان نروح للعبة كرة اليد، وأيضا في توقف دولي لأن يمكن الفترة دي طبعا كل منتخباتنا بتشارك في البطولات الإفريقية المختلفة، لكن الحقيقة أنه بقى منتخبنا الوطني لكرة اليد رجال حقيقة عامل بطولة كبيرة جدا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واللي أكيد بتنقل مبارياتها شاشة قناة النادي الأهلي، وشايفين الحقيقة تغطية مميزة جدا من شاشة قناة النادي الأهلي. فازوا طبعا في جميع المباريات في دور المجموعات، والحقيقة مقدمين الحقيقة مباريات كبيرة جدا. يعني خلوني كمان أفكر حضراتكم بنتائج منتخبنا الوطني حتى الآن، فازوا على الكاميرون بنتيجة 35-16، فازوا على فريق كونغو برازيفيل بنتيجة 34-19، وكمان على منتخب غينيا بنتيجة 33-15 عشان بقى يتأهلوا للدور القادم من البطولة. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق الحقيقه ويستمروا بنفس الاداء. كمان خلوني اقول لكم انه كل بقى لاعبين المنتخب الوطني بيطالبوا الجماهير ان هي تروح الصاله وتدعمهم الحقيقه، عشان الجماهير اكيد بيكون ليها دور كبير جدا في التاثير على روح اللاعبين. فطبعا بقى بنناشد يعني جميع الجماهير المصريه ان هي تروح وتدعم طبعا منتخبنا الوطني لكره اليد، لان الحقيقه ان هم بيقدموا اداء رائع ويستحقوا كل الدعم بالتاكيد. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه المختلفه وكمان طبعا منتخباتنا الوطنية. خلونا بقى زي ما عودناكم دايما ننقل لكم الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الأعضاء بالفعل متواجدين في النادي منذ ساعات في حالة من الطاقة الإيجابية الحقيقة، وخليني أقول لكم بقى إنه الحديث الأكثر أكيد عن مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم النهاردة. يعني طبعا الكل منتظر المباراة ومترقب، أكيد بندعم منتخبنا الوطني لآخر ثانية وبنتمنى له كل التوفيق. يمكن هو ده الحديث داخل النادي الأهلي، الكل منتظر إن النادي الأهلي إن منتخبنا الوطني
الوطني يقدم الأداء الحقيقة اللي يستحق ويليق باسم كرة القدم المصرية. فبالتأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان خلوني أقول لكم إنه درجة الحرارة دلوقتي 20 وفي سيولة مرورية جيدة للطرق المؤدية للنادي الأهلي، فكل الأعضاء بقى تقدروا تيجوا وتستمتعوا بالأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني يا كريم دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة، معاك طبعا لو عندك أي استفسارات، والآن العودة ليك مرة أخرى في الاستوديو. الفل كالعادة يا هنا، ما بتدوناش أي مساحة لنسأل المزيد من الأسئلة، دايما تقاريركم يعني كافية ووافية. بشكرك على هذه المداخلة، يعني شكرا جزيلا.